انا بنت مهرجان القاهره مبدئيا. انا مهرجان القاهره مفيش حاجه ما عملتهاش فيه، يعني بانلز اشتركت فيها، لجنه تحكيم على المسابقه الدوليه كنت موجوده فيها، لجان تحكيم في بروجكت تحت الانجاز برضو شاركت فيها. مهرجان ده بحبه وبحترمه، ومهرجان عريق، وبحس ان انا في بيتنا وانا هنا. فاول يعني لما جالنا الاختيار ما بين عده مهرجانات عربيه ودوليه احنا نكون نفتتح الفيلم دوليا فين، اخترنا ان احنا نفتتحه في القاهره، لان انا كمان يعني بعتبر نفسي بنت البلد دي ومصر بلدي التاني، وبجد فخورة أنا وصناع الفيلم، أنا وزيد أبو حمدان مخرج الفيلم والكاتب ومؤلفه، آية وحوش البروديوسر، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، وجميع نجوم الفيلم كلنا بنحبكم ومبسوطين جدا ان احنا بنفتتح هنا في مصر معاكم. الفيلم بيتكلم عن من اسمه، هم بنات عبد الرحمن، اربع بنات بيمروا بتجربه صعبه جدا بتغير حياتهم كلها في خلال يومين. التجربه دي متعلقه بابوهم اللي بيتوه منهم فجاه، فمن عيله مفككه بيضطروا ان هم يجتمعوا ويجمعوا قواهم مع بعض عشان يدوروا على ابوهم. والرحله دي اللي هي ليها معاني كبيره قوي هي اللي هنشوفها في الفيلم. بعد غياب اول مره ترجع في فيلم بنات عبد الرحمن، فرح يا لهوي، دي فرح ممثله هايله جدا يا جماعه، دي فرح يعني دي فرح عبقريه، يعني فرح ممثله هايله. احنا عملنا الحاجات اللي انتم محدش فيكم ممكن يتخيلها عشان نقدر نقنع فرح بسيسو انها تيجي من امريكا وتمثل معانا في الفيلم. وسوري وهجاوبك وانا ببص بقى كده، عشان فرح تقدر تكون معانا في الفيلم وعشان تشرفنا بحضورها، لان هي ممثله في منتهى الجمال والحساسية والشطارة والعمق واللطف والحنية في كل تفاصيلها، هي وجميع ممثلات الفيلم الحقيقة. طمنين عليك، كان في كلام ان في انفجار في العراق وانت بتصوري هناك، ما فيش ولا انفجارات ولا حاجة يا جماعة. انا معرفش لو انفجر حاجة بعد ما احنا مشينا، بس احنا ما انفجرش معانا حاجة واحنا كويسين الحمد لله. التحديات اللي واجهتك في الفيلم؟ كل الفيلم هو كله على بعضه تحدي، يعني تحدي كبير جدا، لان انا ما عمري ما انتجت سينما قبل كده. فكرة ان احنا نعمل فيلم محترم، وان انا النهارده ابقى واقفه في وشكم واقول لكم ان انا فخوره باللي عملته، وانا شخص بيتكسف جدا، يعني لو عامله حاجه مش حلوه هتلاقيني مستخبيه، وانا ممكن اقول عادي على فكره، افتن على نفسي اي حاجه اعملها وحشه اقول على طول. بس لا مش ايه ايه الالقاب دي، لا يعني انا ممثله عادي، يعني ما انا بعمل ده وبعدين بروح اعمل حكايات بنات، يعني عادي، يعني ما انا بشتغل في كل حاجه. بتحضرين ايه الفتره اللي جايه؟ مسلسل ليله السقوط ده تم تصويره في العراق، ده بطوله طارق لطفي وانا وباسم ياخور وكندا حنا ومجموعه كبيره من النجوم العراقيين طبعا، اللي اتبسطت جدا ان انا اشتغلت معاهم. مسلسل عنبر 6 هتشوفوه على شاهد ان شاء الله في نص ديسمبر، وده بطولتي وبطوله عدد كبير من الممثلات العربيات، من سوريا سلافة وخرجي، من مصر ايتن عامر، من الكويت فاطمه الصفي، اخراج علي، انتاج شركه ايجل، وانا متحمسه للمشروع ده جدا 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 لانه مشروع مختلف. بحب المشروع ده لانه بيتكلم عن الستات في السجون، ودي قضية يعني محتاجين ان احنا نلقي الضوء عليها، وهي حاجة مهمة جدا. يعني متوقعة ان شاء الله، والله ما عنديش توقعات، انا عندي طموح يا رب يا رب يا رب النهارده ان احنا نعرض والناس تسقف وتحب الفيلم ويلمسهم ويحسوا ان في حاجة هم عرفوا يتواصلوا معاها، يعني ده كل طموح. شكرا يا صبا.